اوكي مرحبا، انا اسمي طلال سيسالم وانا من الاردن بس اصل عائلتي من غزه بفلسطين. واليوم بدي احكي عن الواسطه، اهميه الواسطه وكيف بتاثر على المجتمع الاردني، وكمان راح احكي شوي عن اهميه يعني العائلات والعشائر، وكيف يعني كل ما كانت أكبر العشيرة كيف بتأثر برضه، وكيف العشائر يعني بشكل عام بيأثروا على الاجتماع الأردني وعلى السياسة الأردنية، وكيف الواسطة والعشائر والعشائرية يعني بندمجوا مع بعض وكيف بيأثروا على بعض وكيف بيأثروا على المجتمع بشكل عام. فأول إشي يعني بعطيكم شوي عن نفسي. أنا يعني ولدت بالأردن وتربيت في الأردن معظم حياتي، سكنت في السعودية شوي بس يعني معظم حياتي كانت في الأردن. وجوازي يعني أنا مش أردني 100%، جوازي مؤقت لغزة، يعني أنا أهلي لاجئين أو يعني جدودي لاجئين من غزة، فيعني ما بطلع لي جواز أردني كامل يعني أو جنسية أردنية كاملة. بس يعني درست أنا في يعني من أحسن المدارس في الأردن، يعني في مدرسة الملك، وحتى تعرفت على الملك كذا مرة، ويعني كان عندي علاقات مع كتير ناس يعني يعني مستواهم عالي بالمجتمع الأردني. فضمن كل هذا الحكي يعني أنا رحت وعملت عملت يعني إنترنشيب بالسفارة بوزارة الخارجية في الأردن. يعني هاي قصة، يعني هاي أول مرة صار مع هذا الموقف استوعبت إنه أنا كوني فلسطيني مش أردني كامل، يعني فعلاً بتلاقي بتحس بالتأثير، بحس بهذا التأثير على حياتي ورح يأثر على حياتي العملية. يعني هاي كانت اللحظة اللي اكتشفت هاي الشغلة لما كنت في وزارة الخارجية بعمل إنترنشيب، وكنت بحكي مع المدير تاعي كان في الوزارة، وقلت له يعني إنه أنا من غزة، كنا بنحكي وطلع الموضوع. فأول ما قلت له هيك بيقول لي إيش؟ وطي صوتك، ما تحكي هيك بصوت عالي. فأنا استغربت يعني ليش هيك عم تحكي لي، بقول له ليه يعني؟ بيقول لي ما بصير يعني يعرف حدا إنه في واحد من غزة عم بيشتغل بوزارة الداخلية فالخارجية سوري. فتفاجأت أنا يعني إنه أول مرة يعني أنا عارف إنه في شوية عنصرية بالأردن وفي يعني أهمية أكتر للأردنيين وأولوية لإلهم، بس إنه لهذا المستوى ما توقعت، خصوصاً أني كنت عم بشتغل يعني بمكتب حكومي، وطبعاً بهاي الأماكن هي اللي بتبين هاي الأشياء جد في الحكومة، يعني بتضح الأمر. فهاي أول مرة يعني انفتحت عيني وحسيت إنه أوكي واضح إنه في فرق، وأنا ما لا أعتبر يعني أردني كامل، وهذا الإشي مش بس يعني بالحكي برضو حيأثر على مستقبلي. بس يعني قلت ممكن هو بس ممكن يعني خايف زيادة عن اللزوم، مش مهم. المهم كملت حياتي طبيعي وتخرجت من مدرسة الملك وسلمت عليه بس تخرجت، وكملت رحت على الجامعة في BYU هون. وبعدين بعد بسنة كنت حاب أعمل أو سوري بعد بسنتين كنت حاب أعمل كمان internship في السفارة في واشنطن دي سي، السفارة الأردنية. وحكيت كنت أنا عندي برضو علاقات مع ناس من United Nations الأردني، عشان السنة اللي قبلها كنت في نيويورك مع BYU في المودل United Nations، وتعرفت رحت على حكيت يعني مع الفريق الأردني اللي باليونايتد نيشنز، ورحت وعملت يعني فيزيتنج معاهم وزرتهم في UN. وحتى كان وقتها الأردن كانت هلأ صارت السكرتيري جنرال التمبراري سكرتيري جنرال of our presidency sorry بال Security Council، مش Secretary، President Seat في Security Council. فكان في حفلة احتفال، والمهم تعرفت على ناس كتير وكنت معاهم يعني بتواصل معاهم وبتواصل مع ناس من الأردن من المدرسة تبعتي من King's Academy، ومع أصحابي اللي بيشتغلوا برضو عم بيعملوا internship حاليا كانوا بالسفارة، وبحاول إني يعني أقدم على البوزيشن، وقدمت كل إشي طبيعي. بعدين طول كتير يعني الرد ليوصلني، وما كانوا عم بيحكوا لي انه او لا، ضلهم يحكوا لي مش عارفين خلينا نشوف عم نحاول. فاستغربت شوي وحكيت مع صاحبي اللي هو كان عم بيعمل انترنشيب برضه، وابوه يعني عنده منصب كويس بالاردن وبالحكومه،
فقلت له يعني ممكن تساعد لي تشوف لي الموضوع الواسطة وتشوف إذا ممكن مثلا أبوك يدفش لي الموضوع ويعرف ليش يعني ما عم بزبط. المهم فحكى هو مع الناس بالأردن وسأل يعني عن الموضوع، واكتشفنا إنه فعلا مرة تانية عشاني أنا مش أردني بالكامل، عشاني غزاوي، مش عم بسمحوا، ما عم بيعطوا الأوكي إنه أعمل أنا هاي الانترنشيب، إني أكون جوا السفارة بشتغل عشان أصلي ما بنتمي للأردن، مع إني مولود بالأردن وربيت بالأردن، ويعني زي ما حكيت رحت على مدرسة الملك في الأردن، وفكرت أنا هاي الأشياء ممكن تساعد على القليلة تغطي، بس يعني حتى مع أكبر واسطة في الأردن، مش في الأردن يعني، بس من أكبر واسطة كبيرة كتير، مستحيل يعني الباب تسكر تماما. فهون أنا فعلا عرفت أنه يعني خلص أنا ما إلي مستقبل بالحكومة الأردنية، ما بقدر أشتغل، يعني واضح هذا الإشي، فلازم أشوف طريق تاني للعمل للشغل واكتشفت كمان قديش يعني عن جد هذا الموضوع عميق وبيأثر يعني على جميع أنحاء الحياة. فمن وقتها يعني بلشت أدرس البزنس، ويعني عم باخد مسار تاني، بس هذا الموضوع يعني أنا بعتقد أنه بيطلع الموضوع الأكبر اللي هو دور مش بس الواسطة في الأردن، بس دور برضو العشائر في الأردن، ودور يعني ما بدي أقول عنصرية، بس التفريق بين الأردني والفلسطيني بالأردن. فواضح أنه مش بس بالحكومة، بس بالحياة الاجتماعية كمان في فرق وفي تفريق معين بين الأردنيين والفلسطينيين، وممكن هذا إشي متوقع، يعني ممكن أي حكومة ما بدها ناس إلا يشتغلوا بالحكومة تاعتها اللي عندهم الجنسية تاعتهم، بس يعني برضو لازم الواحد يشوف إنه مثلا إنسان ساكن وولد في البلد، يعني مفروض هو يكون إله هالجنسية طبعا، والوضع يعني وضع غير عن يعني الوضع very unique خلينا نحكي. ومثلا قصة تانية أو مثلا مثال تاني على غير يعني احنا حكينا على level سياسي وعلى مستوى سياسي، مثلا على مستوى اجتماعي الفرق بين مثلا التعامل على مستوى بسيط، مثلا في المدرسة لما كنت يعني صف مثلا تامن صف تاسع، كنت بلاحظ انه يعني في مزح كتير بيصير بين الطلاب عن شغلة اردني وفلسطيني، انه انت بلجيكي مثلا، هاي الجملة بيحكوها والكلمة هاي بيحكوها، ما عرف اذا سمعتوها من قبل، بس بيحكوا عن الفلسطينيين بلجيكيين من بلجم، ما بعرف ليش بالضبط، في قصة انه كان يعني الفلسطينيين بيلبسوا بوات مصنعة في بلجيكا من زمان فطلع لهم اللقب، بس هو زي لقب يعني عشان يعني يقل شوي من منصب الواحد، في ناس بيستخدموه يعني بس كمزح وما بيكون قصدهم يعني اشي، بس يعني بلش برضو الاحظ انه اوكي في فرق، يعني في تفريق بيننا. انا يعني اول ما جيت على الاردن لما رجعت من السعودية كنت اتوقع انه ما يكون في فرق، يعني كلنا واحد، كلنا ما في فرق بيننا، بس again بيّن هذا الاشي بالاجتماعيات اللي كنت في المدرسة فيها، وبين في العمل تاعي، وبين يعني بكتير طرق مختلفة اللي أنا ممكن ما حتى ما مريت فيها، أكيد بالعمل غير الحكومي كمان، العمل يعني في الشركات الخاصة أكيد برضه هذا الشغلة بتبين. فتعلمت إنه أوكي في عندي فرق، فالواسطة بتيجي يعني للأردنيين أكتر، بس الناس الفلسطينيين ممكن مثلا يسكروا شوي من هذا الفراغ بينهم بين الأردنيين باستخدام الواسطة، عشان لو عندك منصب أو لو بتعرف ناس عندهم منصب لحد معين زي ما تعلمت أنا شخصيا، ممكن يعني تسكر هذا الموضوع. فشو هي الواسطة؟ خلينا نحكي الواسطة، يعني لما يكون في قانون محدد معين ومفروض إنه هو القانون التام وما يتغير، بس يقدر الواحد انه يتخطى عنه او يتعدى عنه. هاي مثال تاني الواسطة ممكن تساعد واحد
شخص انه يسرع معاملاته في مثلا في الحكومه، مثلا معاملات حكوميه سواء تجديد جوازات او مثلا تقديم على فيزا او يعني اي شيء من هذا النوع. ممكن مثلا من ناحيه الشغل في الحكومه انك تبلش في منصب اعلى من واحد في نفس المستوى تاعك، بس انت بيكون عندك واسطه، يعني بتعرف واحد عنده تأثير أو عنده دور، بيلعب دور في الحكومة أو في شركة معينة، بيعطيك واسطة. طبعا هذا الاشي يعني بتلاقيه في جميع البلاد في العالم بس على مستوى مختلف. ممكن هون يعني تفكر فيه بأنه اللوبيست اللي عندهم مصاري ممكن يدفعوا مصاري للبوليتيشنز ويخلوهم هم يعملوا أشياء هم بدهم إياها تصير، فهون ممكن الواسطة بتلعب دور، المال بيلعب دور أكتر بالواسطة. أما بالأردن العلاقات بتلعب دور أكبر بالواسطة، وهون بربط برضو بالعشائرية، فالعشائر برضو بتلعب دور كبير بالواسطة. كل ما كنت أنت من عشيرة أكبر، كل ما كان عندك أفراد عيلة بمناصب مختلفة بالحكومة وبالقطاع الخاص، وكل ما كان في عندهم تأثير أكبر وبقدروا يساعدوك أنت. فعشان هيك العشائر كمان يعني اشي بيأثر على المجتمع الأردني كتير. كل ما يعني مثلا مثال تاني، لو انسان خلينا نحكي على مستوى السياسة، على مستوى الانتخابات، العشائر بتأثر يعني بشكل كبير على الانتخابات. لما واحد يكون مثلا في انتخابات وواحد يطلع ويرشح حاله، لو كان من عشيرة كبيرة كتير يعني بيكون فرصته أكبر إنه للنجاح بالانتخابات. ليش؟ عشان كل ما كان في ناس أكبر بعشيرته، كل ما في ناس أكبر أكتر رح تصوت له. ومعظم الوقت العشائر بيختاروا شخص واحد أو شخصين من العشيرة كلها إنهم يرشحوه عشان هو يعني يكون في هذا المنصب، وكلهم بيصوتوا لهذا الشخص، أو ممكن يكون مثلا مقسمين بالنص، نصهم يصوتوا لهذا الشخص. بس الفكرة إنه كل ما كانت عشيرتك أكبر كل ما راح يجيك أصوات أكتر. فهاي يعني بالنسبة لي مشكلة في المجتمع الأردني. ليش؟ عشان التصويت مش على، ما بيكون يعني ما بيكون عشان مثلا الإنسان عنده مهارات بشيء معين أو عنده خبرة أو قدرة بمناطق معينة بالسياسة أو مثلا بثقافته، لا، بيكون بس عشان هو هذا ابن عشيرتي فأنا لازم أصوت لابن عشيرتي عشان هاي هي العادات والتقاليد. فممكن يكون واحد نحط بالمنصب يعني سيء بهذا المنصب، مش كويس، ما عنده العلم، ما عنده الخبرة، ويصفي مو عامل يعني قرارات كويسة. وهذا أظن سبب ليش إنه الديمقراطية في الأردن أو الانتخابات في الأردن يعني ما إلها دور كبير، عشان معروف بآخر اليوم إنه المناصب هاي ما عم تحتل من ناس يعني فعلا قادرة أو متمكنة منها. فهاد بيأثر على التقدم من هاي الناحية، يعني الناس اللي في المناصب الكبيرة مش أكتر ناس قادرين على هاي المناصب. فهاي طريقة واحدة كيف العشائرية بتأثر على السياسة في الأردن. طبعا بتأثر برضو على الحياة الاجتماعية في الأردن والحياة العملية. لما يكون عندك عشيرة كبيرة بيكون الإنسان اجتماعيا ممكن بيختلط مع ناس تانين من هذه العشائر الكبيرة، أو عشائر مثلا قريبة من عشائر تاعك. مثلا واحد من السلط ممكن يكون صحبة كتير مع العشائر اللي من البلقة مثلا وإلى آخره. وهاي يعني يعني مش تأثير كبير أو واضح، بس أكتر بالعلاقات الشخصية، ويعني زي ما الناس اللي من منصب معين بتحب تختلط مع نفس المنصب. فمن هاي الناحية يعني بيكون بيأثر على مين أنت مثلا بتقضي الوقت معاه، كيف تتطلع على واحد مثلا مش من عشيرة كبيرة. لو عمره صار مشكلة كتير، في مثلا مرات بيصير مشاكل في الأردن مثلا خناقات أو إشي زي هيك، ممكن الناس يحكوا يعني يجيبوا ناس من عشيرتهم عشان يدعموهم، سواء على شكل يعني بسيط أو على شكل أكبر شوي. فاجتماعيا طبعا في تأثير، ومن الناحية العملية طبعا كمان في تأثير، عشان ممكن لو بتعرف أجين واحد بعشيرتك بيشتغل بوظيفة في شركة أنت بتحبها،
سهل انه هو يساعدك انك تدخل بهاي العشيره. فالعشيره العشائريه يعني العشائر لها علاقه مع الواسطه، فكل ما كانت العشيره اكبر كل ما كانت هي منصبها اقوى، كل ما كانت واسطتك اكبر واقوى ضمن العشيره وضمن البلد في الاردن. وطبعا يعني لنرجع نربطه بالموضوع الفلسطيني والأردني، الفلسطينيين في عندهم عشائر موجودين بس كتير منهم مش بحجم العشائر الأردنية، بما انهم الأردنيين يعني متركزين اكتر وصلهم فترة طويلة متمركزين في الأردن. العشائر الفلسطينية كتير منهم هاجروا من فلسطين، مش كلهم هاجروا، شوي منهم لساتهم فلسطين، جزء كبير منهم. مثلا انا عائلتي صغيرة يعني ممكن ننتمي احنا العشيرة، لو بترجع بتطلع يعني على جدودنا يعني اكشلي شفت شجرة عائلتي هديك اليوم، وانا دائما بيحكولي كانوا هاي الشغلة اهلي ابوي، بس يعني على شجرة العائلة اذا بترجع على بترجع الماضي ماضي رسول صلى الله عليه وسلم موجود على شجرة العائلة تاعتنا، وش يعني مسوينا شرفاء. بس طبعا مش إشي إحنا قدمنا عليه بالحكومة المغربية أصلنا برجع للمغرب. المهم بس مثلا عائلة زي عائلتي جينا من عائلة كبيرة ومن عشيرة كبيرة، بس يعني مع الوقت مع الاحتلال ومع يعني الانتقال من بلد لبلد صغرت العائلة، فهيك بيصير بكتير من العائلات الفلسطينية. وعشان هيك بتلاقي بالعادة يعني الفلسطينيين بشكل عام ما عندهم واسطة بقوة الواسطة الأردنية، عشان ما بنتموا لعشيرة بكبر العشائر الأردنية. فممكن نشوف كيف كل هاي الشغلات تربط مع بعض. بس بحس أنا يعني أنه يعني بآخر اليوم الأشياء هاي بتصير عشان في عادات معينة في مكانها، ومعظم الناس يعني في الأردن بشكل عام بيحاولوا إنهم ما يطلعوا على هاي الشغلة، وما يحاولوا إنه يخلوا هاي الشغلة تأثر على تعاملهم على مستوى شخصي. بس يعني عشان العادات قديمة وعشان كل شيء حكينا عنه عن المناصب والتقاليد العشائرية، هاي الشغلة يعني بتأثر بشكل عام يعني سواء بشكل إيجابي بشكل سلبي يعني حسب مين تسأل. هي هذا هو الواقع وهذا هو الوضع، وسواء هو إشي كويس أو إشي مش كويس يعني هذا ممكن نخليكم أنتوا تفكروا وتقرروا لنفسكم. بس